فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل، يقول إنه من غير هذه البلاد، ويقول اتصل بي أحد معارفي وقال لي إن أم زوجته طلبت من الزوجة أن تذهب معها إلى أحد القبور عندنا، وقالت لها اذهبي إلى هذا القبر كي تنجبي ولدا أو لكي تحملي بولد. سؤاله: هل هذه المرأة تعذر بجهلها إذا ذهبت، خاصة أن التصوف منتشر عندنا والدعاة في بلدنا في غالب حالهم لا يتكلمون في التوحيد وفي هذه المسائل؟ يقرؤون القرآن ويسمعون القرآن، يمكن يحفظون القرآن عن ظهر قلب، والقرآن فيه إنكار الشرك والنهي عن الشرك والوعيد على الشرك، كيف يقرؤون القرآن ويقولون إحنا جهال ولا نعرف الشرك؟ نعم. ولكن انصح زوجك أنها ما تطيعها، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.